دير علاش قدس؟ شحال نطالبوا من واحد 65 ولا 64 ولا 63 ولا 62 ولا 60 عام ديال الخدمه في الوظيفه العموميه وبقات له واحد شهرين ولا 3 شهور ولا 4 شهور ولا 6 شهور غير شنو نطلبوا منه؟ شنو غيدير؟ الاداره بحال هادو خصها تكرمهم لان داروا اكثر من جهدو عطاو اكثر من جهدو وحطوا ديك القاسيه وحطوا ديال القمع ديال المسؤولين ماشي غير المسؤولين المسؤولين اللي تعاقبوا عليهم راه لا حول ولا قوة ومع ذلك عطاو نجو باقي لحد الان تيديروا الحراسة وباقي تيديروا لاسترنج وباقي تيديروا كل شيء فهاد الاطر هادو راه خص الادارة تكرمهم خصها ديرها فوق راسهم خصها تعطي بهم ليكزوم دير لهم تكريمات تلوهم دير لهم واحد التحفيزات باش يخدموا ويزيدوا ينجوا كثر. تحية نضالية لهذا المنبر الاعلامي الا وهو وزان دار دمنا على تفضله وقيامه بدوره في التغطية الاعلامية لهذا الشكل النضالي. هذا الشكل النضالي ياتي كما تعلمون تنفيذا للبرنامج النضالي الذي سطرته تنسيقيه الصحه على مستوى اقليم وزان. واولى هذه المطالب هو تعامل السيد المندوب مع قضيه الشواهد الطبيه بحيث يفرض على الموظفين ان ياتوا الى المندوبيه وان يقوموا يعني بتسليم الشواهد الطبيه مباشره رغم بعد المسافه بين مقرات عملهم وبين المندوبيه. ورغم انهم يعني مرضى ولا يستطيعون ان ياسوا الى المندوبيه. كذلك لنا مطلب فيما يخص التعويضات الماليه، نريد ان توزع التعويضات الماليه بطريقه شفافه وفق القوانين المؤطره لوزاره الصحه. كذلك نطالب بضروره توفير الامن لجميع العاملين بالمستشفى الاقليمي وكذلك بالمراكز الصحيه على المستوى الحضري وكذلك على المستوى القروي. نطالب كذلك بضرورة احترام الحرية النقابية وعدم التضييق على المناضلين في كافة النقابات. كذلك نطالب هذا المسؤول بأن يتعامل إيجابا وإيجابيا مع المراسلات التي تأتيه من المديرية الجهوية للصحة وكذلك من وزارة الصحة. نطالبه أيضا باحترام القوانين المؤطرة للحركة الانتقالية التي جاءت في مذكرة 2014 وبضرورة إرجاع جميع الموظفين الذي تم تنقيلهم خارج المسطرة إلى مقرات عملهم. نطالب كذلك هذا المندوب بأن يتدخل عند جميع الموظفين وفرض احترام القوانين المؤطرة وفقا للأنظمة الأساسية للهيئات التي ينتمون لها. وشكرا جزيلا وتحية نضالية. الحمد لله اليوم ربي ما حلتناش وانتم شفتوا النموذج ديال المنهجيه اللي كتعامل بها الاداره شخص المندوب. يعني الاخت اللي في واحد الحاله صحيه ونفسيه يرتى لها فاذا بالمسؤولين كيعطيوها لاتر باش تديها هي للميدسان باش يجي من الكونتر فيزيت ولا الموظف هاد المندوبيه يتم تسخيره باش يوصل لكوري. يعني واحد الدرجه اللي ما كنظنش انه سبق وصل للموظف لا في هاد الاقليم ولا عبر ربع الوطن. اللي الصراحه فرحنا بزاف هاد التنسيق وخصنا نحاولوا نثبتوا به نثبتوا جميعا به لان قالوا وصل السيل الزوبه فهمتي الاخوان راه قالوا داكشي اللي غنقول كلهم ما خلاو شي والضرر وصل لجميع الاخوان ديال الصحه. كاين منهم اللي استطاع يعبر كاين منهم اللي مسكين عنده ظروف والبعد وهذا وهذا ولكن الاخوان اللي حاضرين كنحييهم تحيه يعني شجاعه وكنشد بيديهم وحنا باسم النقابه المستقله حنا ضامنين معكم محليا اقليميا جهويا نمشيو في المسار هذا لان صراحه يعني هذا الشيء ماشي معقول وما عمرنا شنا بحالو. خدمنا في الصحراء وخدمنا في هادي واطباء والاحسن الاول عاود لي زعما تلمير وزعما انواع القطع ولكن هذا الشيء اللي وصل زعما صراحه خيالي. خصنا نوقفوا له وقفه رجل واحد
وتحية نضالية لجميع النقابات التنسيقية. النضالي ديال اليوم صافي غادي نوقفوه لان بعض الاخوان باقي خصهم يرجعوا للمراكز الصحيه ديالهم، كاين اللي خصو يرجع للمستشفى كمل لاكار ديالو ولا لاسترانت. دونك تنشكروا الاخوان التنسيق سيستمر، الله اكبر كبيره. باقي المحطات النضاليه سنعلن عليها وغنوصلوها لكم ان شاء الله نقطه بنقطه ستار بستار. وشكرا للجميع.